اتصلت على رجل رحت ازوره في منطقه بعيده عندنا في مدينه صباح الاحمد، يمكن تعد جنوب الكويت. فقلت موجود بسلم عليك. قال العلم بغت شيء بسلم عليك، والله ما بشيء. قال حلفك بالله كريم تعلمني في شيء. ليش صار الان زيارات تبادل زياره او اتصال او اي شيء يكون لك علاقه مع رجل قد يكون في مصلحه؟ مثل الان خلصت معاملاتي اخلص معاملاتك، عطني انا اعطيك. قال صلى الله عليه واله وسلم: من عاد مريضا او زار اخا له في الله ناداه منادي من السماء ان طبت وطاب ممشاك وتبوأت من جنتي منزلا. انا ساعات اسافر الى دوله عشان زر واحد من الشباب احبه في الله ولا ارتاح لما اجلس معه. اخواننا في الله يقول حسن بصري احب الينا من اهلنا واولادنا. الاخوه في الله ترى هي من اعظم العلاقات واوثق عرى الايمان، الحب في الله والبغض في الله. ما احب عشان جنسيته ولا عشان فلوسه ولا عشان منصبه، لا احب لذلك يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى: لولا مناجاه الاسحار ومصاحبه الاخيار شرواكم ما احببت البقاء في هذه الدار. اخوك في الله اللي يسليك في وقت الحزن، اخوك في الله اللي يوقف معاك لما الناس تنفر منك، اخوك في الله اللي يدعو لك بظهر الغيب، اخوك في الله اللي ينصحك ويعظك، مو يجاملك. صديقك من صدقك، مو من صدقك يعني يصدقك في النصح، يبين عيوبك يا فلان ترى هذا غلط. دائما انتقي من ينصحك ويعظك وينبهك ترى هذا غلط. هذا هو اللي هو يقربك، هذا رفيقي الى ربي. ولا جمعتهم لا جنسيه ولا جمعهم مال ولا جمعهم بلد، بل جمعهم اعظم شيء المحبه في الله تعالى. فلذلك يا اخوان التزاور فيما بينكم خلوا لله تعالى. يعني قال الله تعالى: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، جعل الله واياكم منهم. كونوا من الناس اللي يتزاورون لله وفي الله، وهذه من اعظم القربات. جاء في الحديث قال: من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيه شمله ليجمعك. الأخوة تضحي ومواقف تشهد بها الأيام. فالزم صديق يقربك إلى ربك، فهي أعظم أخوة بينك وبين أي إنسان. لا يجمعك مال